السلام عليكم، معكم أطيب الأكلات العراقية، واليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل كبة حلب أو كبة التمن. فهسه هنا أنا عندي كيلو تمن غاسلته، ما منقعته بس غاسلته، راح أخلي فوقه ملح، الملح حسب الرغبة، بس أنا راح أخلي تقريبا ملعقة كبيرة، وراح أخلي فوقه زعفران شوية مو هواية، وراح أخلي فوقه أنا هذا صديقتي جابت لي إياه، هو لون مال الأكل لونه برتقالي بس يعطي لون كلش حلو للكبة. فأنا راح أخلي تقريبا ربع ملعقة صغيرة من عنده، هسه أقلبه شوية. هسه هذا شو نسوي؟ راح أخلي عليه ماي فاير، ومو إنه طريقة التهدير، طريقة السلق راح نسوي هذا، يعني أنا ما خليت له ولا أي دهن، فأنا ما راح أخلي له، يعني الماي راح يكون أكثر من عنده شوية، لأنه أنا ما أريد إنه الماي يوشل وهو بعد ما مستوي. حتى بعدين نصفيه ورا ما يستوي. شوفوا اللون مالته شلون حلو صار، الصفار مالته كلش حلو. هسه بنبقي الى ان ونلزم التمن نشوفه انه مستوي، ها يلا بعدين نصفي الماي مالته. هسه هنا انا عندي كيلو لحم، راح احمسه اول مره واحده، الحشوة هاي راح تكون غير شكل عن باقي الحشوات، لانه هاي الحشوة ما راح نخلي لها ولا اي بصل، يعني ما نخلي لها اي بصلاية، وبس نخلي لها شوية معدنوس وهيل ودارسين وملح. فالبهارات ما راح اقول لكم مقدار معين، لانه هو حسب الرغبة، انه انت من تشتمين ريحة اللحم طلعت، يعني راح تعرفين انه اوكي كافي بهارات. نخلي لها دارسين وهيل ونطفي الطباخ. ها هي يعني طريقة كل سهلة، بس انه ما نخلي لها بصل. هسه مثل ما تشوفون يحمس عندنا اللحم، هسه راح اخلي له معدنوس. انا المعدنوس يعني سامته هنا أنا كلش ناعم، لانه مو الا هو يبين. هسه هاي خليت تقريبا نص باقة، راح احمسها وياه كل زين، يعطي طعم كلش طيب، مع انه هم ترى هو ما راح يبين بعدين بالنهاية ورا ما يستوي اللحم. فهسه نبدي نسوي، نخلي دارسين، هسه هاي تقريبا ملعقة صغيرة خليت دارسين، راح اخلي هسه هم ملعقة صغيرة هيل هالشكل، هسه اقلبه واشوف. هسه هنا خلصت عندي الحشوة، وانا ضفت عليها بعد ملعقة صغيرة هيل وملعقة صغيرة دارسين، وخليت لها ملعقة كبيرة ملح، ومثل ما تشوفون المعدنوس ذاب ويا اللحم لانه خليته يحمس ويا. فهسه انا اذا تريدون انه تخلون كشمش او تخلون كشمش ولوز، بس انا راح اخلي هسه بس لوز ويا، لانه ما اريد اخلي كشمش. فكمية اللوز هو حسب الرغبة، خلي شوية وقلبي، شوفي انه يحتاج لبعد لوز لو هاي خلاص، لانه اذا خليتي زايد بعدين يصير شكله ما حلو. فمثل ما قلت لكم انه تقدرون تخلون هسه كشمش ولوز او بس لوز، او اصلا لا تخلون اي شيء وياه. ها هي خلصت يعني، لانه هي والريحة مالتها طبعا هسه كلش طيبة.
بس مثل ما قلت لكم قبل ما تخلون الملعقة الصغيرة اللخة ما دارسين والهيل ذوقوه أول مرة شوفوا إنه إذا حبيتوا الطعم بس هالقد يعني بنص ملعقة صغيرة بس فكافي هاي خلاص لا تخلون بعد. بس إذا حبيتوا لا تخلون بعد فخلوا أنتوا على راحتكم إلى أن تشوفون المذاق اللي أنتوا تردوه. ها ومن ذوقوه لا ذوقوه هو حار لأنه ما راح تحسون بالطعم الحقيقي إله، بردوه شوية وذوقوه يعطي طعم غير شكل يختلف الطعم مالته. هسه انا بقى عندي شويه بس رجعت ارويكم انا لفيت الكوبه كلها بس رجعت ارويكم انه طريقه اللف شلون تكون. فهسه مثل ما تشوفون هنا عندي العجينه مال كوبه الحليب بهالشكل هذا سويها مثل الطابه. هنا بنخلي الماي حتى شويه نبلل بيه اصبعنا مثل ما تشوفون بالاصبع هيجي نفتحها بس على كيف لانه تنكسر يعني اذا انشقت هيجي مثلا بس نجيب وحده على اللخه هيجي ونضغطها وخلصت. هسه نخليها الحشوه بهالشكل نبلل ايدينا شويه والايد اللخة نمسحها بالماي همينة بعدين نبدي نضغط الحشوه للداخل والعجينه نطلع عليها يعني نطلع العجينه على الحشوه بهالشكل. هسه شو نسوي نلزمها للكوبايه نضغطها بايدينا نطلع الهواء من الداخل شوفون شلون اضغطها هيجي بهالطريقة الى ان نشوف انه يعني حتى من يطلع الهواء احنا نسمعه الى ان نشوف ماكو اي هواء هيجي نقوم نفرها بايدينا نبلل ايدينا اذا احتاجت ولا تبللون ايديكم هواية لانه بعدين يصير لينا. وها صار عندنا الكوبا كوباية شوفوها هسه بس ببقى اقليها واراويكم الشكل مالتها النهائي. هذا الشكل النهائي للكوبا ورا ما قليتها طبعا قليتها بدهن كلش غزير وحسب حجم الجدر مالتكم او الفراير اللي راح تقلون بي فلا تحاولون تخلون كمية كلش كبيرة من الكوبا لأنه بعدين رأسا تنفل. لا تحاولون تقبغون الجدر من تقلوها لأنه هم رأسا تنفل. فهذا شكلها النهائي وهاي الكوبا ورا مقسمتها شكلها كلش حلو وطعمها كلش طيب. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من الفيديو وحبيتوه. لا تنسون تدوسون على لايك وسبسكرايب حتى تشوفون بعد فيديو. مع السلامة.